لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحكام وأخلاق، توجيهات وإرشادات طبية، كلها كانت محور الدورة التدريبية التي نظمها المجلس العلمي لولاية الجزائر العاصمة موجهة لحجاجنا الميامين برسم حج هذا العام. هذه الدورة يؤطرها الأئمة والمشايخ عبر المساجد في ربوع الوطن. المجلس العلمي يبرمج دورات تكوينية للحجاج، سواء اللي راهم رايحين أو طلبة علم أو حتى اللي يحضروا من باب تعلم. الباب مفتوح، ما هو الشرط أنه يكون لازم يروح الحج، هذا لك لاحظتوه اليوم. والدورات هذه عبارة عن تسهيل تعريفا وبيانا لمناسك الحج خطوة بخطوة، وإشراك الحضور في العملية تاع الشرح، لأن اللي يهموش هو هذه وسائل الإيضاح هذه بالمباشر، وإشراك الناس تساعد على تحصيل الفهم، والتبسيط فيها أمر ضروري لفهم الأمور. والحمد لله هالأشياء حتى اللي ما مش قاريين يفهموها، لأن بالنسبة إلينا رايحين بدافع ضرورة تعلم مناسك من أجل حج متكامل الأركان دون أخطاء تفسده، كمسألة الإحرام والطواف والالتزام بتوجيهات البعثة. جينا لهذه الدورة التي أعلنها المجلس العلمي لمسجد الأرقم، وتعلمنا فيه حوالي أشياء كثيرة، من بينها أنواع مناسك الحج، أنواع النسك ومحظورات الإحرام، كما تعلمنا أشياء التي كنا نجهلها. الدورة هذه كانت ما شاء الله علمتنا أمور ما كناش نعرفوها، وأمور ما تعرفها وتخطأ فيها. إن شاء الله بهذا التكوين هذا من نديروا حتى غلطة إن شاء الله في هذا الحج، ويكون حج مقبول إن شاء الله. مثل هذه الدورات التدريبية توعي حجاجنا الميامين، خاصة لكبار السن منهم، وكيفية التعامل مع هذا الركن الفضيل الذي يحتاج جهدا وصبرا لنيل الثواب والأجر.